فهد المري وش اللي صار فيه اليوم؟ فهد المري راح اجتماع لجنة الحكام. في واحد اسمه أبو روان مشجع اتحادي معروف، أو ما له صفة رسمية لكنه معروف في الأوساط الاتحادية، كان موجود. يبدو لي أنه الأستاذ عادل جمجوم كان يحاب يتواصل مع أبو عبد العزيز عمر المهنة رئيس لجنة الحكام، والرجاء كان مشغول بالاجتماع الشهري. فأبو روان كلم الأستاذ عادل جمجوم، ظهر بلغ أنه في اعتراف بأنه قرار بطاقة الحمراء لمختار فلاتة ما كان صحيح، وتحدثوا عن هالموضوع. فقال الأستاذ عادل جمجوم خذ معك عمر المهنة. عمر المهنة الأستاذ عمر المهنة أخذ التليفون، فصار الأستاذ عادل جمجوم يبدو لي أنه يحكي له يعني أنه بما أنكم أنتم مقتنعين أرفعوا البطاقة الحمراء عن مختار فلاتة، نبغى يلعب المباراة القادمة. والأستاذ عمر المهنة يشرح له هالقصة كاملة. فهد المري مصورها بكاميرته الخاصة، انتقل من مرحلة الصور الفوتوغرافية إلى مرحلة الفيديوهات. أنا المهم عندي وش ودى فهد هناك، وش اللي خلاه يلتقط هالموضوع. بعدين راح يكمل فهد الموضوع، شوفوا التفاصيل، موضوع جميل نتابع. لا ليس العدل، لا هي هو في النهاية خطأ تقديري، خطأ أنا وجهة نظري إن ركلة جزاء وواحد، ولكن فهمنا أن هذا القرار هذه أنا وجهة نظري أنك حامل، أنا فرق الحكم وجهة نظري، ولكن احنا فهمنا ان هذا ليس تحايل. لا مش صحيح. قلت لك يا بيسر عادل عندكم مفهوم خطا. قلت لك الانذار كان للاعب المهاجم، اوكي، مش اللاعب المهاجم سوى خطا وجاء عطى انذار لاعب ثاني نفس. فانا هذا تقدير انه كان خاطئ، وتقديره خاطئ. وقلت لك يا سيد لو الاتحاد الدولي يجوز هذا، قلت لك يجيز هذا. لا يا سعادل انت حاسبني الحين، لا تحاسبني قبل 4 سنوات ولا 5 سنوات. لا يا سعادل معلش فرضا انت ارتكبت خطأ، خلاص هذا معلش هل انا شرط ان انا اخذ قرارك؟ طيب انت ينقل لك الصورة الحقيقية. ابشر يا استاذ عادل، انا بطلع بعد الصلاه للجنه حقت اللجنه القانونيه واحطك في الصوره، اتواصل معك. ابو احمد والله خطير فهد صراحه ما شاء الله عليه، يعني انا يعني في لقطات حتى الصبر اللي عليه حتى في لقطة الزيلعي، صبر انه قاعد طول هالفترة يصور كل الصور لفترة فترة طويلة لين حصل على الصورة، وحتى يعني اللي نشوفه الآن انه الرجل يبحث عن حقائق يقدمها الناس. هذا انا بصراحة اقول له يعني ما شاء الله يعني عمله ممتاز. دكتور بسألك في اتجاهين، في موضوع فهد المري وموضوع المطالبة برفع البطاقة الحمراء، دي منطقية ولا لا؟ اولا يعني نشكر فهد المري على ما فعل، وهي تقنية او اسلوبه جيد، او يعني نقول عنده موهبة، وفعلا يعني يحاول انه يكون لها صدى رهيب عند الناس، واعتقد انه يشكر على هذه البطاقة الحمراء. اذا كان يقول الاستاذ يعني عمر المهنة انه ضربة الجزاء حقيقية، طيب إذا كان ضربة الجزاء حقيقية اللاعب أخذ كرت أصفر ليه؟ إذا معناه كرت الأصفر خطأ الأولاني، والكرت الأصفر هذا هو اللي أعطى القضية على أنه تصير يأخذ كرت ثاني وينطرد. وأعتقد عندما أخذ الكابتن عبد العزيز الدوسري مباريات النصر مع الهلال وكرت أحمر من الكابتن خليل جلال اللي هو الحكم الدولي، ثم تراجع وسحب الكرت، يعني هناك دي كانت غلطة انه أعطى كرت على دي. الكرت اللي أخذه الكابتن فلاتة أخذه وهو له أن يأخذ هو ضربة الجزاء، ولاعب نادي العروبة يطرد لأنه آخر لاعب كان. فإذا كان التحكيم يقال انه عنده 95 خطأ وما فيه مؤثرة غير 5، لكن 5 دي أثرت في مسير نادي
أو أندية أو فقدت أندية نقاط ما لها لزوم، هذا الكلام اللي بنقوله. طيب عندك تعليق أبو أحمد؟ والله بس استكمال كلام الدكتور مدني، الحقيقة شوف في أشياء معينة يفتي فيها اللجنة القانونية وحتى لجنة الحكام يعني لجان الاتحاد ترفع تقديراتها وترفع أشياء لجان القانونية للعفاء من كرت أو غيره، إذا كان هذا الكرت خارج إطار اللعبة في تصور شيء لمعين من مشاهدة غير الأشياء الحركية المتواصلة، الأشياء الحركية حتى لو أخطأ فيها الحكم أنا يبدو لي أنه ما يتم التراجع عن البطاقة. الأشياء المتداخلة مثلا أنه أخطأ في ركلة جزاء أو طرد أو سوى كذا ما تجي تقول أنه أسترجع الكرت الأحمر، لكن لما أنت تشوف حدث معين وتكتب عنه أو تطرد له مثلا أنه مثلا بخط التماس أنه اللاعب دخل من خط التماس ورجع وأثبتت الصور بعدين أنه لم يخرج خارج الملعب ويعود، انك تسحب البطاقه واعتقد انه تسحب منها، وزي اللي حصل مع عبد العزيز الدوسري انه كان الحدث غير يعني كان توقع الحكم غير له لانه شيء مشاهد خارج اطار الحركه والتداخل في اللعب، لكن القانون والفيفا من خلال قانون كره القدم اعطى هذه الاثاره انه ولا اعطى التراجع فيها من خلال انه الاحداث اللي يتم التداخل فيها زي ركله الجزاء. انا اتكلم هذا الكلام وانا اقول لك بصراحة أنا لم أشاهد فريق ظلم من بداية الموسم إلى الآن زي الاتحاد في المباراة السابقة.